الدرس الأول في الوحدة الثالثة طبعا يتكلم عن الدراسات التجريبية والمسحية وبالملاحظة. طبعا الدرس كله أغلبه نظري، ويعني في مفاهيم إحصائية. طبعا في البداية راح نتعلم شلون نميز بين العينات المتحيزة وغير المتحيزة، بعدين شلون نعرف ان الدراسة تجريبية او مسحية او بالملاحظة، واخر شيء شلون نميز بين الظواهر اللي فيها ارتباط او سببية. فالجزء الاول طبعا بعض المفاهيم. طبعا المجتمع هو كل العناصر اللي تشتمل على الدراسة، اما العينة فهي جزء مأخوذ من المجتمع، بحيث ان ممكن تكون مثال على هذا المجتمع. أول شيء العينة المتحيزة وغير المتحيزة. طبعا العينة المتحيزة هي العينة اللي يتم تفضيلها على سائر عناصر المجتمع، والعينة المتحيزة أهم شيء إنها تكون غير عشوائية. أما الغير متحيزة فهي العينة التي يتم اختيارها بشكل عشوائي أو لم تعتمد على خاصية عندما تم تحديدها. طبعا هني شلون نعرف إن الدراسة المسحية تتبنى عينة متحيزة أو لا؟ مثلا لو سألنا كل لاعب بمهرجان كرة السلة عن الرياضة التي يحب مشاهدتها على التلفاز، طبعا احنا هني سألنا اللاعبين بمهرجان كرة السلة، فاحنا تحيزنا لهذه اللعبة فهذه متحيزة. الاتصال بمئة شخص اختيرت أرقامهم عشوائيا وسؤالهم عن رأيهم بالجمارك، بما أن احنا الأرقام هذه اخترناها عشوائيا فتكون عينة غير متحيزة. الذهاب إلى ملعب كرة قدم وسؤال 100 شخص اختيروا عشوائيا عن رياضتهم المفضلة، هني مثلا هني طبعا بما أن احنا رحنا ملعب كرة قدم فأكيد فالمتوقع أن الرياضة المفضلة بتكون عندهم هي كرة القدم، فهني السؤال طبعا متحيز. استطلاع رأي كل شخص ثالث يخرج من مطعم للمشويات، نفس الشيء هني بما ان احنا سألنا عن الوجبة المفضلة وهم طالعين من مطعم مشويات فأكيد هني العينة متحيزة. يخرج المعلم الطالب الذي ينتهي اسمه بحرف معين، طبعا هني العينة طبعا غير متحيزة لأنه ما اختار اسم بعينه، اختار يعني حرف معين وهو ما يعرف مثلا الطلاب. يرسل صاحب مخزن الأدوات الرياضية استبانة دراسة مسحية لكل شخص ينتهي رقم هاتفه برقم معين، نفس الشيء هذه تكون عينة غير متحيزة لأن احنا ما نعرف شنو من هو الشخص اللي ينتهي رقمه بأحد الأرقام. الاستفسار من طلبة صف معين من المتميزين في مادة العلوم عن أفضل المواد لديهم، طبعا احنا هني سألنا طلاب متميزين في مادة العلوم فأكيد ان الإجابة المفروضة ان يجاوبونها ان بتكون مادة العلوم، فهني في تحيز إلى مادة العلوم فبتكون العينة متحيزة. الاستفسار عن ما ينفقه الأفراد في الأعياد من خلال طرح سؤال يتناول ما ينفقه الأشخاص الذين يخرجون من المتجر، بحيث يطرح السؤال على كل 5 شخص، نفس الشهادة تكون عينة متحيزة لأن احنا هني سألنا أشخاص يخرجون من هذا المتجر بس. الاستفسار من كل طالب يخرج بعد 20 طالب من مدرستك عن الطالب الذي سيصوتون له في انتخابات المجلس الطلابي، هذا طبعا غير متحيزة لأن احنا ما نعرف من الطالب اللي بيطلع بعد 20 شخص. إيجاد أطوال الأعضاء جميعهم في فريق كرة السلة لتمثيل الوسط، طبعا هني تحيزنا لكرة السلة فتكون العينة متحيزة. وآخر شيء طبعا قام باحث بإرسال استبانة إلى كل شخص تنتهي بطاقته الذكية برقم معين، هذا نفس هذا المثال فهني العينة غير متحيزة. السؤال الثاني، أي الأسئلة التالية يحدد الرياضة المفضلة بالنسبة للرياضيين دون تحيز؟ طبعا هني هل تعد لعبة كرة القدم ممتعة؟ في تحيز لكرة القدم، ما أفضل لعبة تحب مشاهدتها؟ وهني هل تحب مشاهدة مباراة التنس؟ طبعا هذه بعد تحيز لكرة التنس، فهذا المثال هو أو السؤال اللي يحدد الرياضة المفضلة بالنسبة إلى الرياضيين دون تحيز. سؤال ثاني، أي الأسئلة الآتية يحدد المادة المفضلة بالنسبة للطلاب دون تحيز؟ لاحظوا هني يسأل عن مادة اللغة العربية هل هي محببة، وهني هل تفضل الرياضيات أم العلوم، بعد في تحيز لهذه المادتين. طبعا هذا هو بيكون السؤال
لحدد المادة المفضلة دون تحيز. الشغلة الثانية، الدراسات المسحية والتجريبية وبالملاحظة، اللي هو عنوان الدراسة. طبعا المسحية دراسة تهتم بجمع البيانات دون القيام بإجراءات فيها. طبعا متى راح نستخدم الدراسة المسحية؟ إذا كان فيه جمع للبيانات أو أخذ آراء فقط. طبعا هذه الآراء، أي دراسة تهتم بأخذ آراء أو جمع بيانات بتكون دراسة مسحية. التجريبية وبالملاحظة فيهم تشابه. التجريبية هي دراسة راح نسوي فيها تعديل متعمد، يعني طبعا هني على الأشخاص القيد الدراسة. طبعا الأشخاص أو الحيوانات أو الأشياء اللي خضعوا للمعالجة بنسميهم معالجة تجريبية، والنص الثاني اللي يخضعون لعلاج شكلي أو ما إليهم علاج نسميهم مجموعة ضابطة، على طبعا لا يعرف الفرد إلى أي مجموعة تنتمي. أما إذا عرفوا فتكون دراسة متحيزة. الملاحظة، لا الملاحظة بس منلاحظ الأفراد أو منسوي عملية مقارنة. طبعا أي شيء فيه عملية مقارنة بتكون دراسة بالملاحظة. طبعا متى نستخدم التجريبية؟ إذا أجرينا تجربة أو علاج على الأشخاص، طبعا بوجود مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة. أما الملاحظة لو الأمر بس تطلب ملاحظة تأثير شيء ما دون أن نقوم بعلاج. طبعا أمثلة بتكون أوضح من هذه الأشياء النظرية. يعني هل هذه المواقف تمثل دراسة تجريبية أو مسحية أو ملاحظة؟ طبعا اخترنا 80 طالب، نصفهم درس الإحصاء وقارنا بين نتائج المجموعتين. لاحظوا إن احنا هني ما سوينا تعديل متعمد على أحد المجموعات، فهذه دراسة بالملاحظة. لو اخترنا 200 طلاب عشوائيا من مدرسة وأخذنا رأيهم، قلنا احنا أي شيء فيه أخذ آراء أو استبانة، طبعا هم بيضعون تقييمهم على مقياس متدرج من 1 إلى 5، فهذه أي شيء فيه استطلاع آراء راح يكون دراسة مسحية. لو قام المعلم بإجراء مراجعة مادة للطلاب الصف A لكن طلاب الصف B ما سوى إليهم، بعدين قارن بين النتيجتين، لاحظوا إن هني في إجراء تجربة اللي هو المعلم قام فيها على طلاب أحد الصفوف والصف الثاني ما سوى فيه شيء، فهني دراسة تجريبية. وجد عادل 100 شخص نصفهم متطوعون في مأوى للمحرومين الفقراء، وقارن وسطي الدخل السنوي. هذا بعد ما فيها إجراء تعديل أو تجربة معينة، فهذه بالملاحظة. نفس الشيء هذه، لو اخترنا 300 شخص قسمناهم لمجموعتين، أحد المجموعتين تقرأ القرآن، يعني احنا هني طلبنا من مجموعة إن تقرأ القرآن والثانية ما تقرأ بس. وبعدين قارنا بين كيفية النوم، يعني احنا هني عشان نحدد كيفية النوم أو نقارن خلينا المجموعة الأولى تقرأ القرآن، فهذه دراسة تجريبية. لو اخترنا 200 شخص نصفهم في فرق رياضية، وقارنا بين كمية الوقت الذي يمضونه في حل الواجبات، طبعا مقارنة وما في إجراء تعديل متعمد، فهذه بالملاحظة. لو اخترنا 100 طالب نصفهم في نادي اللغة الإنجليزية وقارنا بين درجاتهم في اللغة الإنجليزية، نفس الشيء ما في إجراء تجربة معينة وفي مقارنة، فهني تكون بالملاحظة. نفس الشهادة، تقريبا نفس اللي فوق، فيها مقارنة وما فيها تعديل متعمد، نفس الشيء بالملاحظة. اخترنا 100 شخص وزعناهم مجموعتين عشوائيا، أحدهما أعطيناها فيتامين والثاني ما أعطيناها، طبعا هذه بتكون دراسة تجريبية لأن أحد المجموعات خضعت لتجربة معينة اللي هي إعطاء فيتامين. تريد مقارنة صحة الطلاب الذين يذهبون إلى المدرسة سيرا على الأقدام والذين يأتون بالحافلات، بالملاحظة طبعا ما في إجراء تعديل متعمد. طبعا 11، طبعا تريد معرفة إذا كان الطلاب الذين يأكلون حلوى قبل الامتحان يحصلون على درجات أعلى، فإحنا عشان نعرف هل الطلاب حصلوا على درجات أعلى خلينا مجموعة تأكل حلوى والثانية ما تأكل، ففي تجربة، فهني نقول تجريبية. اخترنا 100 طالب نصفهم من المستوى الأول وقارنا بين عاداتهم الدراسية، نفس الشيء هني مقارنة فتكون بالملاحظة. أعطينا نصف الطلاب الذين اختيروا بصورة عشوائية ساعة إضافية لتناول الطعام، طبعا هني في تجربة اللي هي إعطاء ساعة لتناول الطعام، قارنا بين اتجاهاتهم نحو العمل مع بقية زملائهم، طبعا تكون تجريبية. هني السؤال، حدد سؤال الدراسة المسحية الذي تحصل منه على الإجابة المطلوبة بصورة أفضل. يريد أحمد أن يحدد الرغبة في تكوين أول نادي للشطرنج.
يعني أي سؤال يحدد الرغبة في تكوين أول نادي للشطرنج. طبعا هل تحب الشطرنج؟ أو في أي يوم ترغب أن تتأخر في المدرسة؟ طبعا هذا ما له علاقة بالموضوع. هل تحب أن تنضم لنادي الشطرنج بالمدرسة؟ طبعا هنا نسأله عن رغبته في تكوين أول نادي للشطرنج، فبتكون الإجابة هي سي. السؤال الثاني، إذا اخترنا 100 طالب وزعناهم في مجموعتين متساويتين عشوائيا، الأولى تسير إلى المدرسة مشيا على الأقدام والأخرى لا تفعل ذلك، هل هذه الحالة تتطلب دراسة تجريبية بالملاحظة أم بالملاحظة؟ إذا كانت تجريبية لازم نحدد المجموعتين ونبين هل هي متحيزة أو لا. طبعا هذه الدراسة تجريبية متحيزة، ليش؟ طبعا تجريبية لأن احنا خلينا المجموعة الأولى تسير مشي على الأقدام والثانية ما تسوي هذا الشي، طبعا ليش قلنا متحيزة؟ لأن كل فرد يعرف لأي مجموعة تنتمي، يعني هذه المجموعة الأولى تعرف إن هي بتروح مشي على الأقدام، الثانية ما بتعرف ما بتسوي هذا الشي، فهذه دراسة تجريبية متحيزة. طبعا المجموعة التجريبية هي المجموعة اللي تسير للمدرسة مشي على الأقدام، أما الضابطة التي لا تفعل ذلك أو اللي ما تصير مشيا على الأقدام. الشغلة الأخيرة في هذا الدرس، التمييز بين الارتباط والسببية. طبعا السببية إذا كان في علاقة بين شيئين بحيث يكون وقوع ظاهرة معينة سبب مباشر أو رئيسي في وقوع الأخرى، أما الارتباط إذا كان في بس يكون السبب فرعي أو مو سبب رئيسي، يعني أو عندما تؤثر ظاهرة معينة على الأخرى ولا تكون الظاهرة سبب مباشر أو وحيد لوقوع الأخرى. مثلا عندما أدرس أحصل على تقدير ممتاز، هل هذا ارتباط أو سببية؟ طبعا مو كل من يدرس بيحصل على تقدير ممتاز، يعني مو هذا السبب الرئيسي أو المباشر، فنقول هذه ارتباط. عندما أمارس رياضة أكون في وضع نفسي أفضل، طبعا هذه نفس الشيء ارتباط، لأنه مو الرياضة مو السبب الرئيسي أو المباشر في أن يكون الواحد في وضع نفسي أفضل. عندما يكون الجو باردا وممطرا بغزارة لا نذهب إلى المدرسة، طبعا لو كان الجو ماطر أو ممطر بشكل غزير طبعا ممكن في احتمال رئيسي أن احنا ما نروح للمدرسة، فهذا بيكون سببية. عندما يكون الطقس حارا في فصل الصيف يكثر بيع المشروبات الباردة، طبعا أكيد أنه بتزيد بشكل رئيسي بيع المشروبات لو كان الطقس حار، فهذه بعد سببية. كثرة القراءة تجعلك أكثر ذكاء، طبعا علامات الذكاء مو شرط أن تكون بسبب كثرة القراءة، فهذا مو سبب رئيسي، فهذا بنقول ارتباط. دلت الأبحاث على أن من يتقن أكثر من لغة يكون أقل إمكانية للإصابة بالمرض، نفس الشيء هذه طبعا ما في علاقة رئيسية أن واحد ما بصيده المرض أو يكون أقل إمكانية لو هو أتقن أكثر من لغة، فهذا ارتباط. النوم بحذائك يؤدي إلى الشعور بالصداع، طبعا هذا ممكن بعض الأشخاص يعانون من أن يشعرون بالصداع بسبب النوم بالحذاء، بس هذا مو سبب رئيسي، فنقول هني ارتباط. إذا مارست رياضة تركض يوميا سأكمل السباق في 3 ساعات، طبعا مو شرط إن هذا سبب رئيسي إن احنا كل يوم بنمارس رياضة الركض إن احنا بنكمل السباق في 3 ساعات، في عوامل أخرى، فهني هذه نفس الشيء ارتباط. عندما لا تكون السماء غائمة فلن تمطر، طبعا أكيد ما بيكون في مطر إلا إذا كانت السماء غائمة، فهذا أكيد سببية سبب رئيسي لنا. 10، دلت الدراسات أن تناول الفيتامينات المركبة يطيل العمر، طبعا هذه بعد نفس الشيء بتكون ارتباط، لأنه مو سبب رئيسي أن الفيتامينات المركبة هي اللي تطول العمر، لأن طبعا الأعمار بيد الله، فهذا ارتباط. 11، إذا درست لمدة 3 ساعات سأحصل على درجة 100% في اختبار التاريخ، طبعا أكيد مو شرط رئيسي أن واحد بيدرس 3 ساعات فبحصل 100%، فهذا ارتباط. في عوامل ثانية، إذا تدربت كل يوم فسأصبح نجما محترفا في كرة القدم، طبعا أكيد مو شرط رئيسي هذا أن واحد مو كل من تدرب كل يوم بيكون نجم، فهذا ارتباط. إذا وقفت بالخارج تحت المطر من دون مظلة فإنك ستبتلع، هاي طبعا أكيد سبب رئيسي، طبعا أكيد كل واحد بيبتل إذا وقف تحت المطر، فهذه سببية. يكون مد البحر أعلى عندما يكون القمر بدرا، طبعا هذا أحد العوامل الرئيسية أن يكون مد البحر أعلى أن يكون القمر بدر، فهذه سببية.